سيد الاستغفار. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث شداد بن أوس: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وهذا اللفظ لفظه، لأنه ذكره مرتين، لكن هذا اللفظ هو أشمل، وقد أخرجه غيره. وأنا على عهدك ووعدك ما استطع، أنا على عهدك، ما عهدت به إلي من القيام بالشرع وبما أوجبت علي من الواجبات، هذا وعدك. وكذلك يدخل فيه ما قاله ابن بطال من باب الدخول الاحتمالي، ما أخذ به جل وعلا العهد على بني آدم وهم في ظهور آبائهم، كما قال عز وجل في سورة الأعراف. وأنا على عهدك، أنا مقيم لشرعك ووعدك، يعني أنا مصدق بوعدك وبثوابك، إن قمت بعهدك بشرعك ما استطعت قدر استطاعتي. وهذا فيه اعتراف بأن العبد ضعيف، ما استطعت. وفي هذا نسبة العجز والقصور إلى النفس، يعني أنا قائم على شرعك قدر استطاعتي. ومن ثم فإن العبد عليه أن يسأل الله أن يعينه على أن يقيم هذا العهد حتى يوفيه الله عز وجل هذا الوعد. ولذلك ما الذي بعدها؟ أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك، ألتجئ إليك من شر ما صنعت. النفس أمارة بالسوء،